بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم فقهنا في أمور ديننا وفيما أقمتنا فيه من أمور الدنيا، ويسر لنا ما طلبته منا وأمرتنا به يا رب العالمين، وأقمنا فيما تحب وترضى، وردنا بما أقمتنا فيه، وقنعنا بما رزقتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واقض حوائجنا وحوائج سائر المسلمين. اللهم انفعنا بأنوار نبينا صلى الله عليه وسلم وبأنوار ديننا، واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في أول التيمم، والتيمم باب في الفقه هام، وكثير من الناس يسمع عن التيمم ولكن إذا سألته كيف تتيمم لا يعلم. وجرب أنت ذلك بعدما تقرأ هذا الدرس، اسأل ناس كثيرين كيف تتيمم، وما هي شروط التيمم، وما هي فرائده، تجده لا يجيب الإجابة الشافية. ومتى تتيمم وكيف، وما هي نواقض التيمم، وهل الصلاة التي أديتها بتيمم متى يجب عليك إعادتها، ومتى تسقط ولا يجب الإعادة. كل هذه التفاصيل يجب على كل مسلم أن يعلمها، لأن باب التيمم باب هام، وهو مقصد من مقاصد الطهارة، لأن مقاصد الطهارة في الشرع الشريف الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. فمقاصد الطهارة أربعة أساسية: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. تكلمنا على الوضوء بالتفصيل بفضل الله، وتكلمنا على الغسل بالتفصيل، وتكلمنا على إزالة النجاسة وأنواع النجاسات بالتفصيل، وتكلمنا على المزيل وهي وسيلة الوسيلة، وسيلة الطهارة الماء. فتكلمنا على أنواع المياه وما التي تصلح بها التطهير وإزالة النجاسة، ثم تكلمنا على بدائل الماء وهو التراب، وكذلك بدائل التطهير كالدباغ والاستحالة وغير ذلك. كل هذا سبق الحمد لله. ويبقى مقصد هام من مقاصد الطهارة وهو التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهي من خصوصيات هذه الأمة الكريمة المرحومة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببركته أباح الله التيمم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي، أي لأجلي، الأرض مسجدا وتربتها طهورا، أي لأجل النبي جعلت هذا الأمر. فهي ببركات النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة مع أمته إلى يوم القيامة، أن جعل الأرض كلها مسجدا لأمته وتربتها طهورا، فإذا فقدوا الماء فحيثما كنت في أي مكان تيممت صعيدا طيبا، ولا يحجبك شيء عن عبادة ربك في كل حال. والتيمم له معنى لغوي وله معنى شرعي. التيمم، أما تقول يممت
الى فلان، يعني قصدت فلان، هتيمم على الجهة الفلانية يعني اقصد الجهة الفلانية، فيمم اي قصد. ولكن له معنى في الشرع الشريف، وهو ايصال التراب الطاهر الى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل او غسل عضو بكيفية مخصوصة وشروط مخصوصة. ايصال، ايصال فدل على ان لابد من فعل فاعل مع القصد، ما قالكش وصول مجرد الوصول، لا لازم ايصال، يبقى لازم في فعل فاعل. يعني لو وقفت في مهب الريح والريح جايب غبار والغبار جاي لوحده، وتنوي التيمم وتوجه وجهك الى الغبار ويديك، لا يحصل التيمم، لان هنا وصول التراب ولم يحصل ايصال للتراب. فايصال التراب معناه فعل الفاعل، فلا بد من فعل فاعل مع القصد، وان يكون في حال فقد الماء فقدا حسيا او فقدا معنويا، يعني فقد حسي مش موجود بالفعل، وفقد معنوي يعني لا، يعني موجود امامك ولا تستطيع استعماله لمرض او لوجود وحش عند الماء، فلو رحت هناك حيه تقرص او اسد واقف ياكل بني ادم، فيبقى كان الماء موجود قدامه وهو مش موجود. فيبقى ودخل وقت الصلاه، لان لا يجوز التيمم الا بعد دخول وقت الصلاه لانه طهاره عذر. وهل التيمم رخصه ام عزيمه؟ هل التيمم رخصه ام عزيمه؟ فيها خلاف، بعض العلماء قالوا هو رخصه، وبعض العلماء قالوا عزيمه، ومعناه عزيمه يعني اصل، ورخصه معناها على خلاف الدليل بعذر. فالرخصه معناها ما ياتي على خلاف الدليل بعذر، ولكن الحقيقة أنه فيه معنى الرخصة ومعنى العزيمة من جهة. ولذا فإن كان بسبب فقد الماء في سفر فهو عزيمة، وإن كان بسبب مرض فيكون رخصة. ففي معنى الرخصة وفي معنى العزيمة في آن واحد. نقرأ كلام الشيخ، يقول الأول هنقرأ كلام المصنف مع الشارح في الهامش. فصل في التيمم، فصل في التيمم. وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله، اللي هو المسح على الجوربي الخفين، المسح على الخفين جاب التيمم قبليه يعني في بعض النسخ، لكن الاحسن ياتي التيمم بعد المسح على الخفين، لان المسح على الخفين بالماء والتيمم عباده ترابيه والماء مقدم على التراب، فيبقى الاحسن يجي التيمم بعد الماء. والتيمم لغة القصد، وشرعا إيصال، إيصال وشرعا إيصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. وشرائط التيمم خمسة أشياء، وفي بعض نسخ المتن خمس خصال، أحدها وجود العذر بسفر، والثاني دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها، والثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمن أذن له في طلبه فيطلب الماء من رحله ورفقته، فإن كان منفردا نظر حواليه من الجهات الأربع إن كان بمستو من الأرض، فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض تردد قدر نظره. والرابع تعذر استعماله أي الماء، بأن يخاف من استعمال الماء على ذهاب نفس أو منفعة عضو، ويدخل في العذر ما لو كان بقربه ماء وخاف لو قصده على نفسه من سبع أو عدو أو على ماله من سارق أو غاصب. ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله، وهي وإعوازه بعد الطلب. والخامس التراب الطاهر أي الطهور غير المندى، ويصدق الطاهر بالمغصوب وتراب مقبرة لم تنبش. ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط، وهي له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجزي. وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح
لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك. ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار، وخرج بقول المصنف التراب غيره كنورة وسحاقة خزف، وخرج بالطاهر النجس، وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به. وكده نقف على فرائضه، كل دي الشرائط هنقرأها بقى بالتفصيل مع الشرح، هي خمس شرائط باختصار. الإمام النووي ريح نفسه قال لك هي ثلاثة وخلاص، لأن الخمسة وتفصيلهم يخشوا تحت ثلاثة: فقد الماء والحاجة إليه والخوف من استعماله. فقد الماء والحاجة إليه أو الخوف من استعماله، سهلة، مش لاقي المية، أو المية اللي عندك محتاجها للشرب فلو استعملتها في الوضوء تخلص، يبقى أنا محتاجه، يبقى كأنه مش موجود، استعمله للشرب واتيمم. يبقى فقد الماء يعني مش موجود بالكلية، أو الحاجة إليه محتاجه لحيوان محترم أو لنفسك تستعمله، أو الخوف من استعماله لمرض، الخوف من استعماله عشان هيزود المرض أو هيؤدي إن أنا أتعرض لأرض الأعداء، يعني أنا أكون في معركة والحتة اللي أنا فيها ما فيهاش مية وأنا راجل مسلم، والأعداء معسكر الأعداء فيه مية كتير، لو أنا اخترقت معسكر الأعداء عشان أجيب مية أتوضى ممكن أنضر. ففي الحالة دي يبقى أنا أتيمم والمية قدامي شايفها لأنها في معسكر الأعداء، وهكذا، يبقى تعذر استعماله. لكن هنقرأ على أي حال تفاصيل اللي قالها الشارح مع تعليق الشيخ إبراهيم البيجوري علشان نعرف بعض التفاصيل المتعلقة بشرح شرائط التيمم. لما تكلم على الثاني من مقاصد الطهارة وهو الغسل، لأن الأول من مقاصد الطهارة قلنا إيه؟ الوضوء، بعدي الغسل، بعدي التيمم، بعدي إزالة النجاسة. شرع يتكلم على ثالثها وهو التيمم والأصل فيه قبل الإجماع. عما يقول لك الأصل يعني الدليل، الأصل في كتب الفقه يعني الدليل، والأصل في كتب الأصول يعني ما يقاس عليه، لأن في حاجة اسمها الأصل والفرع والعلة، ده في علم القياس، في علم الأصول. فالأصل في كتب الأصول ليه معنى، والأصل في كتب الفقه ليه معنى اللي هو الدليل. والأصل في الزواج يقول لك على الأصل دور، يعني تشوف الناس وكل واحد يدور على أصله، واخد بالك؟ والأصل عند المهندسين هو أساس البيت وهو الأعمدة، فكل واحد حسب العرف بتاع مهنته بيدور على الأصل بتاعه، فهمت ازاي؟ يبقى الأصل هنا في كتب الفقه عموما، كتب كل بيقول لك والأصل في هذا، أي الدليل على هذا، والدليل يكون إما القرآن أو السنة أو الإجماع، والإجماع ليس دليلا بذاته ولكن هو مظهر للدليل، مظهر للدليل، لأن الإجماع مش بيشرع، إجماع الأمة ما بتشرعش لنفسها، اللي بيشرع هو الله ونبيه، مش كده برضو؟ فالتشريع هو الله اللي هو القرآن ونبيه اللي هي السنة، ثم يأتي إجماع العلماء بمفهومهم من القرآن أو السنة فيكون منبئ عن الدليل. فإن ما قدرناش نلاقي الحاجات دي كلها، نيجي بعد كده في الأصل الثالث الرابع وهو القياس، إن نبتدي نقيس، بعد كده تيجي أدلة أخرى مختلف فيها زي المصالح المرسلة وزي قول الصحابي وزي العرف وزي العادة وزي مثلا درء المفاسد وزي مثلا، يعني في أدلة كثيرة تصل إلى 21 دليل أخرى لكن مختلف فيه، كلها مختلفة، زي سد الذرائع يقول لك الدليل أنا سد الذرائع، ده دي ما موضوع، ويختلف وجهات الفقهاء من حيث كل مسألة، لكن المتفق عليه هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أربع أدلة. فهنا يقول لك والأصل فيه، أي الدليل على أن التيمم مشروع قبل الإجماع، قبل إجماع الأمة عليه، قوله تعالى اللي هو الكتاب القرآن: فتيمموا صعيدا طيبا، أي ترابا طاهرا. وده تفسير سيدنا عبد الله بن عباس لما سئل يعني إيه تيمموا صعيدا طيبا، قال ترابا طاهرا. فأخذ الشافعية بإيه؟ بتفسير سيدنا عبد الله بن عباس واشترطوا التراب، فلا يجوز التيمم عند الشافعية بالرخام،
ولا بالزلطه، مع ان الرخام والصخر والحاجات دي كلها على الارض برضه، لان خدوا بتفسير سيدنا عبد الله بن عباس اللي هو التراب، والتراب ما له غبار، فلو كان التراب متحجرا لا غبار له فلا يجوز التيمم به. فيبقى خدوا تفسير سيدنا عبد الله بن عباس ومشوا عليه، مذهب الشافعيه تاسس على هذا في باب التيمم. لكن المالكيه خدوا باللغه، المالكيه قالوا صعيدا طيبا اي كل ما على ظهر الارض صعيد، فلو جبت حته رخامه وتضرب ايدك عليها وتمسح وجهك وكفيك مع النيه تبقى تيممت عند المالكيه، لان الرخام ده شيء ربنا خلقه، ما يكونش رخام صناعي، رخام طبيعي كويس، او على حته صخره ما فيهاش اي غبار مغسوله 100% ونظيفه 100% وملمعه، تخبط عليها وتمسح وجهك وكفيك يبقى تيممت على مذهب المالكيه، لان المالكيه قالوا كل ما على الارض صعيد ما لم تمسسه نار. واضح؟ وده احنا بنفتي بيه، بالرغم ان احنا شافعيه بنفتي بيه المرضى، لان المريض صعب تقول له هات صينيه فيها تراب وحطها جنبك ويكون عامل عمليه وتقول له بقى اخبط ايدك على التراب وتيمم وانت في سريرك. فاحنا بنفتيهم في لحظه مرضهم بمذهب الملكيه، نقول له هات زلطه حلوه كده ناعمه ونظيفه واغسلها وحطها تحت مخدتك، اما يجي وقت الصلاه تنوي التيمم وتضرب على الزلطه وتمسح وجهك وكفيك وصلي. ده مذهب الملكيه يجيز هذا، لكن الشافعيه لا يجيز. ما هي ما استعملهاش، ده هو خد حط ايده عليها خد الطبقه اللي هي عليها يتيمم عليها تاني لانها ما استهلكتش. ده الغبار، الغبار لو انا بقى خدت الغبار اللي هو غير على وجهك وده صعب جدا ما ينفعش استعمله تاني، وده صعب، انما اللي باقي اخده تاني. يبقى ايه قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا اي ترابا طاهرا. يبقى الشافعيه خدوا بوجهه نظر سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير الايه وقالوا هو حبر الامه وهو اللي علمه الله التاويل بدعوه نبينا صلى الله عليه وسلم، فنلتزم بتفسير سيدنا عبد الله بن عباس بس، ده راي الشافعيه. واضح؟ لكن انت لو لقيت بعض الائمه والعلماء بيقول لك يجوز تتيمم زي ما قلت لك على الحاجات الثانيه، يبقى اعرف ان الملكيه يجيز ذلك، لان خدوا الدليل من اللغه، قالوا صعيدا طيبا كل ما على الارض صعيد. والمراد بالطاهر الطهور، لان احنا عندنا الحاجه الطاهره قد تكون طاهره غير مطهره، وخدنا الحكايه دي في باب المياه. فبيقول لك هنا المراد بالطاهر ان يكون طاهرا مطهرا يعني طهورا، لان لو كان مستعملا يبقى صار طاهرا غير مطهر. كما سيأتي. والدليل الثاني من السنة وخبر مسلم، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها أي ترابها طهور، وأدي حديث النبي قال تربتها يعني ترابها، يبقى خدوا رأي ده دليل الشافعية قالوا تربتها، قول النبي قال تربتها في الحديث اللي رواه مسلم، وقول سيدنا عبد الله بن عباس في كلمة صعيدا في الآية قال هي التراب الطاهر، عشان كده الشافعية تمسكوا بالتراب. وعشان كده انت لما تتيمم وما يكونش بسبب مرض ولا خايف من التراب يلوث حاجه يبقى استعمل التراب عشان يبقى تيممك صحيح على كل مذاهب المسلمين، بدل ما يبقى صحيح على مذهب وباطل على مذهب، عشان احنا عندنا قاعده تعلمناها من مشايخنا ان الخروج من الخلاف مستحب ومراعاه الخلاف واجب. الخروج من الخلاف مستحب عند العمل مع نفسك، ومراعاه الخلاف واجب عند نصح الامه. يعني لما اشوف واحد بيتيمم على رخامه وانا راجل شافعي ما اقولوش عيد الصلاه، لان مراعاه الخلاف واجب، لان انا اعرف ان الملكيه يجيزه، لكن انا لما اجي اتيمم انا على التراب عشان يبقى تيممي صحيح عند الملكيه وعند الشافعيه. فيبقى مراعاه الخلاف واجب عند ايه؟ عند تعليم الناس وعند النصح للامه، ولكن الخروج من الخلاف مستحب عند العمل مع نفسك، انت نفسك تتورع وتعمل عباده صحيحه على كل الاراء بقدر طاقتك. وهو يعني التيمم من خصائص هذه الأمة اللي هي أمة النبي، الحمد لله اللي ربنا جعلنا منها، سيدنا موسى كان نفسه يبقى منها عشان تعرف الأمل اللي انت فيها، بس
سيدنا موسى وهو من أولي العزم من الرسل، أفضل خلق، أفضل ثالث واحد في خلق الله، أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، يلي سيدنا إبراهيم ثم سيدنا موسى فسيدنا عيسى فسيدنا نوح، بالترتيب كده كما أجمع أهل السنة بعد ذلك واستقر الإجماع على هذا الترتيب. فلما يبقى أفضل ثالث واحد في خلق الله نفسه يبقى من أمة النبي، وأنت من أمة النبي، يبقى يا بختك، يبقى أفرح بقى من خصائص هذه الأمة المرحومة، كما يدل عليه الحديث المذكور اللي جعلت لي، لي يعني الأمة للنبي وأمته، يبقى دي من خصائصه. وفرض، دي بقى شوية معلومات تنفع في الفوازير، فرض سنة 6 من الهجرة، عشان لما يجي لك فزورة في رمضان يقول لك متى فرض التيمم تقول لهم سنة 6 من الهجرة، دي معلومات فوازير. كما عليه الأكثرون، وقيل سنة 4، وقيل يبقى دي ايه، كلمة قيل دي يعني رأي ضعيف، يبقى ما يقول لك 6 يبقى ده القوي، الرأي القوي الراجح، وقيل سنة 4. واختلف فيه، فقيل رخصة مطلقا، قالوا عليه انه رخصة مطلقا، وقيل عزيمة مطلقا، وقيل ان كان لفقد الماء فعزيمة وإلا فرخصة، وهو الذي اعتمده الشيخ الحفني من كبار علماء الشافعية المصريين في القرن 13 الهجري. قوله في التيمم، فصل في التيمم، أي في بيان شرائطه وفرائضه وسننه ومبطلاته. يبقى لازم تعرف في التيمم 4 حاجات، شرائطه وفرائضه وسننه ومبطلاته، تبقى كده عرفت التيمم. النهاردة هنحاول نخلص الشرائط بناء على النسخة التي ليس فيها ترجمة مستقلة للمبطلات، فالكلام عليه منحصر في 4 أطراف، الطرف الأول في شرائطه، والطرف الثاني في فرائضه، والطرف الثالث في سننه، والطرف الرابع في مبطلاته. وفي بعض نسخ المتن تقديم هذا الفصل على الذي قبله اللي هو المسح على الخفين، أي نظرا لكون التيمم طهارة كاملة ومسح الخفين ليس طهارة كاملة، لأن مسح الخفين ده جزء من الوضوء، فاللي نظر ان التيمم طهارة كاملة قال لك يقدم على المسح على الخفين، واللي نظر ان المسح على الخفين طهارة مائية والتراب طهارة ترابية فقال نقدم الطهارة المائية على الطهارة الترابية، فهي وجهات نظر. وتقديم مسح الخفين على التيمم أولى وأنسب، لأن الأولى الأول بالماء والثاني بالتراب كما مر. والتيمم لغة، معنى اللغوي لغة، القصد، يقال تيممت فلانا أي قصدته، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ما تقصدش عند الصدقة الحاجات الخبيثة، الطعام الحامض، الفلوس المقطعة، الهدوم المقطعة خالص، الحاجة اللي انت زهدها خالص، ساعتها هي دي بس اللي تتصدق بيها، لا يعني حاول برضو تتصدق بالاشياء الطيبة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ومنه قول الشاعر هجوا للمخاطبين تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالترب، يعني بيقول للاصحاب انتوا زي التراب، انا لما ما لقيتش ناس عاقلة اضطريت اقعد معاكم، بيهجوا اصحابه يعني. تيممتكم لما فقدت أولي النهى، لما فقدت العقلاء يعني، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب، ده بيهجو يعني أصحاب. وشرعا معناها يعني معنى الشرعي في التيمم، عطف على لغة، مش بيقولك التيمم لغة وشرعا، يبقى الواو هنا العطف على لغة. قوله إيصال تراب، استفيد منه أنه لابد من فعل الفاعل، فلو وقف في مهب ريح فوصل إليه التراب بنفسه فردده ونوى لم يكفي. وقوله طهور أي مطهر، ويلزم من ذلك أنه طاهر طبعا، فقول المحشي اللي هو البرماوي كان عامل حشية قبل الشيخ البيجوري، فما يقول لك المحشي يقصد البرماوي قبله، فقول المحشي طهور أي طاهر ليس على ما ينبغي. قوله للوجه واليدين، إيصال تراب للوجه واليدين، طاهر أو طهور يعني للوجه واليدين.
وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر. يبقى حتى لو حتى تيمم لفقد الماء من حدث أكبر بدل الغسل، برضه هو إنك أنت تضرب ضربتين، واحدة للوجه والتانية للكفين، برضه مش تتمرغ في التراب زي ما عمل سيدنا بلال. سيدنا بلال ها ولا سيدنا عمار؟ سيدنا عمار أظن اترمغ في التراب كده علشان مش لاقي ميه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال له يكفيك انك انت ضربه لايه؟ لوجهك وضربه لكفيك. يبقى التيمم سواء كان من اجل الوضوء بدل عن الوضوء كله، او بدلا عن الغسل كله، او بدلا عن غسل عضو واحد، كله كيفيته واحده، وهي ضربه للوجه وضربه للكفين، كله كيفيته واحده. وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر بدلا، أي حال كونه بدلا، فكأن بدلا دي يعني حال، يعني عن وضوء أو غسل، أي ولو مندوبين، ولو كان حتى الوضوء مندوب تجديد وضوء. افرض أن أنت متوضي ومتعود أنك أنت تصلي كل صلاة بوضوء جديد، حتى لو متوضي متعود كده، ففقدت الماء وأنت على الوضوء القديم، تتيمم واخد بالك بدلا عن تجديد الوضوء. وافرض انك انت يوم جمعة وفي مكان فقدت فيه الماء ووجبت عليك صلاة الجمعة ومش لاقي ماء تغتسل الجمعة وغسل الجمعة مندوب، تتيمم بدلا عن غسل الجمعة، واخد بالك؟ يبقى هو ممكن يبقى كمان بدل عن الوضوء المندوب وعن الغسل المندوب، مش شرط يكون بدل عن المفروض فقط، لا بل حتى عن المندوب. قوله او غسل، او غسل عضو، ممكن يبقى بدل عن الوضوء او عن الغسل او عن غسل عضو واحد. واحد مثلا دراعه ده نسأل الله السلامة اتحرق، عنده دراع اتحرق، الدكتور بتاع الحروق قال له اوعى تجيب عليه مية لمدة اسبوعين عشان المية هتأخر الحرق انه يخف، فاصبح عنده العضو ده ما يقدرش يجيب عليه مية بامر الطبيب، فيروح متوضي بايده دي التانية ويغسل ايه، يتمضمض ويغسل بقه ويغسل وجهه ويروح ايه غسل الدراع ده، وبعدين ينشف، وبعدين يروح ضارب ضربتين، ضربة تراب لانه جاء وقت العضو ده بقى، يروح ضارب ضربة وينوي فرض التيمم لاستباحة الصلاة عن هذا العضو، ويضرب ضربة يمسح وجهه وضربة تانية يمسح على دراع الاتنين خلاص، وبعد كده يروح فاتح الحنفية تاني ويروح مسح على دماغه، وبعدين غسل رجليه الاتنين ويقوم يصلي، كل صلاة يعمل كده. يبقى بدلا عن غسل عضو، فهمت ازاي؟ يبقى جت التيمم هنا بدل عن غسل عضو، وطالما بدل عن غسل عضو يجي في ترتيب العضو، لأن احنا عندنا مراعاة الترتيب واجب، فيبقى لازم يجيبه في ترتيب العضو، فما ينفعش مثلا يروح متوضي كله ويروح متيمم عن العضو اللي هو الذراع ويكون مسح دماغه وغسل رجليه، لأن الذراع قبل مسح الرأس وإيه وغسل القدمين، خدت بالك؟ فيبقى لازم يحطه في ترتيبه، دي نقطة هامة تاخد بالك منها. متجبس نفس الحكاية، هيمسح على الجبيرة. ها؟ بإيده مبلولة يمسح على الجبيرة، وبعدين ينشف نفسه ويتيمم. يبقى هيجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم. هم الشافعية كده، مش أنت جاي تتعلم درس شافعي؟ الملكية يمسح على الجبيرة وخلاص. وانت الشافعية لا، الشافعية هتمسح على الجبيرة، واخد بالك، وتتيمم، فهمت ازاي؟ لازم تعمل الاثنين الشافعية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقت مما امرتكم ما استطعتم، ولقول القاعدة المشهورة اللي استدل اللي جابها الامام الشافعي من حديث النبي، لان في قاعدة عند الشافعية جابها الامام الشافعي قاعدة وهو اول من قالها من الفقهاء، وجابها من أحاديث النبي، وهو أن الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني لو حاجة ميسرة ما يسقطش الشيء الميسر علشان في حاجة حصل فيه تعسير، فالتعسير هو بس اللي يسقط. طب وهل الوقت في أي عسر إن أنا أجمع مع المسح على الجبيرة التيمم؟ يبقى لا يسقط التيمم، فهمت إزاي؟ هو ما أجيب الاتنين، ادي معنى الشافعية، عشان كده لقول النبي وقت مما امرتكم ما استطعت. واضح الحتة دي؟ طيب.
لا هتيجي بقى التفاصيل، هتيجي تفاصيل تانية، لو كان الجبس على الوضوء ولا مش على وضوء، لو كانت الضمادة على وضوء ولا مش على وضوء، يبقى عليه ايه ويعمل ايه، هتيجي ما تسبقوش الاحداث. وقوله او غسل عضو اي واجب، يبقى لازم علشان يتيمم عن عضو واحد يكون العضو ده واجب غسله، انما افرض العضو ده مش واجب غسله، يعني انا اصلا ودني بس هي اللي فيها مرض جلدي وقالوا لي ما تجيبش عليها ميه، ودني بس، والودن دي مش واجب غسلها في الوضوء، يستحب بس مسحها مش كده؟ طيب خلاص يبقى ما تيممش عنها لان مش عضو واجب غسله. فهمت ازاي؟ طالما عضو مش واجب غسله يبقى خلاص. فلا يتيمم عن غسل عضو مندوب كغسل الكفين قبل المضمضة، يعني ما يتيممش عن غسل الكفين قبل المضمضة، لانه ده غسل الكفين قبل المضمضة ده سنة، لكن غسل الكفين مع الذراع بعد غسل الوجه ده فرض، يجي وقت بقى التيمم عنهم. فهمت ازاي؟ بعد غسل الوجه، لان مش وقته قبل غسل الوجه. فهمت بقى معنى كلام الشيخ؟ طبعا الترتيب عندنا واجب في الوضوء. ايه؟ مش مطلوب، لغو لغو، وبعدين عن اللغو معرضون، فتعرض عن اللغو العمل، سواء اللغو ده كان عمل او عباده او ايه، يعني عباده بلا ضروره مش مطلوبه، بشرائط مخصوصه. مراده بالشرائط الأمور التي لابد منها، فيشمل الأركان، فلا يعترض بأنه أهمل النية والترتيب، يعني قال بشرائط مخصوصة عشان يخش النية ويخش الترتيب. فهمت ازاي؟ ادي كلمة بشرائط مخصوصة. وشرائط التيمم فيه تغليب الشرط، أصل في أسباب وشرائط، يعني فقد الماء سبب ودخول الوقت شرط، مش كده برضو؟ يعني في فرق بين السبب والشرط، فرق كده بسيط، لكنه الاثنين ساعات يجمعوهم العلماء في الفقه، في علوم الفقه بالذات، يجمع لك الاسباب والشرائط في حته واحده تحت بعض. فالسبب والشرط تلاقي الشرط ما لا ينبني على وجوده وجود ولا عدم، وينبني على عدمه العدم، يقولوا عليه كده في علم الاصول. يعني ايه؟ يعني شرط صحة الصلاة دخول الوقت. كويس؟ يعني ما ينفعش ان انا اصلي قبل ما الظهر يبدا. مش كل الناس عارفة كده؟ طيب، يبقى دخول الوقت ده شرط لصحة الصلاة. طيب لو دخل وقت الظهر وأذن للظهر، معناه ان انا صليت؟ يبقى لا ينبني على وجودي وجود ولا عدم. فهمت ازاي؟ ادي معنى لا ينبني على وجود الشرط وجود ولا عدم. لكن لو انا صليت قبل ما يدخل كأن الصلاة ما تمتش، وينبني على عدمه العدم. فهمت بقى؟ وينبني على عدمه العدم، يعني على عدم دخول وقت الصلاة عدم صحة الصلاة، لكن ما ينبنيش على وجوده وجود الصلاة او عدم. فهمت المعنى؟ ادي الشرط. لكن السبب ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم، ينبني على وجوده الوجود وينبني على عدمه العدم، فيعمل في الحالتين. فهمت المسألة بقى؟ لكن العلماء عموما في الفقه كتير يجمع لك الأسباب والشرائط مع بعضها في حتة واحدة. السبب يشبه الركن، لكن السبب حاجة خارج والركن حاجة داخل. الركن برضو ينبني على عدمه العدم وينبني على وجوده الوجود، بس الركن جزء من العبادة، لكن السبب حاجة خارجة عنها. السبب والشرط خارج والركن داخل. هديك مثال، انت كائن حي هو انسان، شرط حياتك وجود الهواء والماء، لكن لا الهواء ولا المية داخلين جواك في كيانك، يعني مش مكونين الانسان شخصك انت ذاتك، هو صحيح ضروريين لحياتك لكن مش مكونين ذاتك. فهمت ازاي؟ لكن يبقى الماء والتراب شرط، الماء والهواء مثلا شرط للانسان، لكن رأس الانسان ركن لانه جزء منه.
فهمت ازاي؟ فنقول دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، لكن قراءة الفاتحة ركن، لأن الفاتحة جزء من الصلاة، لكن دخول الوقت ده خارج عنه. فهمت بقى الفرق بين الشرط فيقول لك الشرط والسبب خارج والركن داخل. فهمت الحتة دي؟ سهلة. قول اه علشان ترفع معنوياتي. يعني لازم كده سهل. الدكتور علي مثلا يقول لك ايه لو سألت واحد وفاهم في الشفوي، ايه الفرق يا ابني بين الشرط والركن؟ يقول ده الشرط خارج والركن داخل، اديله درجة ان هيبقى فاهم من غير ما يقول لي حاجة تاني. وواحد داخل العبادة نفسها مكونها والتاني خارج عنها، والاتنين ضروريين. فهمت؟ الاتنين ضروريين. فيه تغليب الشرط كدخول الوقت على السبب كوجود العذر بسفر او مرض، وتسمية الكل شرائط وعدها بعضهم كالمصنف خمسة وسيأتي الكلام عليها، وعدها النووي ثلاثة: فقد الماء والحاجة اليه والخوف من استعماله. الامام النووي ريحك، فقد الماء والحاجة اليه وايه والخوف من استعماله. وعدها صاحب الطراز المذهب سبعة، ونظمها في قوله عدوها سبعة، أصل ساعات يفك لك الخوف من استعماله لأسباب كثيرة أو الحاجة إليه أسباب كثيرة يعدها، فعدها سبعة. فبيقول إيه؟ يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح. عاملها لك شعر يعني. فقد وخوف حاجة إضلاله، مرض يشق يبيرة وجراح. فقد يعني فقد الماء، كويس؟ خوف يعني الخوف من استعماله لزيادة الضرر أو المرض. حاجة محتاج للشرب. إضلاله تهمني، كانت عندي المية وحطيتها ودورت عليها مش لاقيها، أو إن أنا خايف إن أنا لما أبحث عنها توه عن رفقة. مرض يشق جبيرة أو وجود جبيرة، وجراح أو جرح. فتلاقي كل واحدة من اللي بيعدها دي ممكن تجتمع كلها في ايه؟ في الخوف من استعمال، لكن هم يحبوا ايه يجمعوه. وعدها شيخ الاسلام في تحريره اللي هو الشيخ ابي زكريا الانصاري، في تحريره 21، قعد يفصصها بقى كلها كده تلاقيها 21، لكن هي كلها بتدخل في الثلاثة بتوع الامام النووي، وكلها ترجع الى سبب واحد وهو العجز عن استعمال الماء حسا او شرعا، والأسباب التي ذكروها أسباب لذلك السبب. قوله خمسة أشياء كذا في أكثر النسخ، وقوله وفي بعض نسخ المتن خمس خصال، وهي بمعنى الخمسة أشياء. قوله أحدها أي الأشياء الخمسة: وجود العذر. وجود العذر يعني تحققه، تحقق العذر نفسه مش توقعه، لا تحققه. وحصوله، والعذر كناية عن العجز عن استعمال الماء. وقوله بسفر أي بسبب سفر. وخص السفر بالذكر لأن فقد الماء يغلب فيه، وإلا فالمدار على فقد الماء في السفر أو في الحضر، وهذا إشارة للعذر الحسي وهو فقد الماء. يبقى فقد الماء قال لك في السفر، ليه في السفر؟ قال لك لأن غالب فقد الماء يكون في السفر، لكن افرض فقدته في الحضر برضه تتيمم. لكن الفرق بين هذا وذاك انك اذا تيممت في السفر لفقد الماء ليس عليك الاعاده، ولكن لو تيممت في الحضر لفقد الماء عليك الاعاده. بس. لان في الحضر نادرا ما تفقد الماء. فيبقى لو صليت بتيمم في الحضر عليك اعادته عند وجود الماء. لكن في السفر غالبا لا تجد الماء. فان تيممت وصليت في السفر بتيمم ليس عليك اعادتها. واضح؟ بس ده الفرق. عليه الإعادة بعد ما يخف. أيوه، ده مذهبنا كده إلا عند المزني. المزني بيقول لك معلوش الإعادة خلاص. عمل اللي عليه. لكن الشافعية الراجح عند الشافعية، المزني مش شافعية برضه. بس ليه وجه مختلف. لكن اللي عليه المذهب المعتبر إن هو بيتيمم ويصلي لإدراك الوقت. ويعيد بعد ما يخف لإدراك الصحة. واضح؟ يبقى هو لو مات قبل ما يخف خالص يبقى ذمته بريئة.
مقابل ربه ذمته بريء، مصلي اللي عليه. ما احنا قلنا في مواضع يصلي بتيمم ليس عليه إعادة هتيجي، وفي مواضع يصلي بتيمم وعليه الإعادة هتيجي. لا أظن ما يجي. الشافعية في العبادات شداد. معروف مذهب الشافعية في العبادات والطهارة شداد شوية. حتى ستنا نفيسة قالت ايه الإمام الشافعي لما مات؟ قالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء، كانت تحب الطهارة على مذهب الإمام الشافعي. ستنا نفيسة، نفيسة العلم، كانت عالمة كبيرة، بنت سيدنا حسن الأنور ابن سيدنا زيد الأبلج ابن سيدنا الحسن ابن سيدنا علي وستنا فاطمة. فكانت ايه تقول على الامام الشافعي رحم الله الشافعي كان يحصل الوضوء، كانت تحب الطهاره على مذهب الشافعي، وكان يصلي بها التراويح في مصلاها اماما، صلي خلف الامام الشافعي بقراءه ابن كثير المكي. كان الامام الشافعي يقرا بقراءه ابن كثير المكي لانه حفظ القران في مكه وهو صغير، فحفظ بقراءه ابن كثير المكي، وهي قراءه سريعه ومددها قليله، وعلشان كده الامام الشافعي كان ليه ختمه بالنهار وختمه بالليل غير ختمه ايه الصلاة. كل يوم في رمضان ليه ثلاث ختمات، ختمة في النهار وختمة في الليل وختمة في الصلوات. ما هو في رمضان كان ياخد أجازة من كل الدروس ويتفرغ بقى للقرآن، ده الإمام الشافعي. فكان ليه 60 ختمة خارج الصلاة في رمضان. رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله به. وخص السفر بالذكر لأن فقد الماء يغلب فيه، وإلا فالمدار على فقد الماء في السفر أو في الحضر، وهذا إشارة للعذر الحسي وهو فقد الماء. وقول أو مرض أي حصوله أو زيادته أو بطء برء أو شيء فاحش في عضو ظاهر. يعني إيه خوف مرض بيتصص لك؟ معناه خوف مرض إيه؟ خايف إن هو يزيد الألم أو يتأخر الشفاء أو يعمل له شيء، يعني عيب، يعمل بهاء، يعمل بقعة، يعمل حاجة. قالوا لو استعملت المية في مرضك ده هيترك أثر وحش قوي، ويكون هذا الأثر في عضو ظاهر، واخد بالك ازاي؟ يقوم نقول له لا. طب لو هيترك أثر وفي عضو متغطي، نقول له لا استعمل مية لأن ده عضو متغطي، فهمت؟ لكن لو في عضو ظاهر، وإيه هو العضو الظاهر؟ وهو ما يظهر من الإنسان حال مهنته، عشان ما حدش يعايره بيه، يقول له يا ايه ده مالك مبقع كده ليه وبتاع، والناس تقعد تعايره. لكن لو في عضو متغطي زي بطنه زي ظهره واخد بقى زي فخده مش هيبان، نقول له قوم اغتسل ما يجراش حاجه. خدت بالك ازاي؟ او مرض اي حصوله او زيادته، او افرض هو لسه مش مريض ولا حاجه لكن الميه متلجه، الميه نازله تلج وما فيش وسيلة لتسخينها، ولو استعملها هو مجرب نفسه، أول ما استعمل مية الساعة دي يجيله التهاب رئوي، فنقول له خلاص ما تستعملهاش تيم، فهمت ازاي؟ وخايف من حصول المرض أو زيادة المرض الموجود، خايف منها برضه. أو بطء برء، إن إيه؟ إن يخف ببطء شوية، بدل ما يخف في 10 أيام هيخف في شهرين لو استعمل مية، نقول له لا ما تستعملش، خليك تخف في 10 أيام. أو شيء فاحش في عضو ظاهر بخلاف اليسير كقليل سواد. طب افرض في عضو ظاهر ويعمل يعني شيء يعني عيب بسيط غير ملحوظ، نقول له ما يجراش حاجه توضى. لكن لو شيء ظاهر في عضو باطن نقول له برضه توضى. واضح بقى؟ طيب. وبخلاف الفاحش في عضو باطن فلا اثر لذلك. والظاهر اللي هو العضو الظاهر ما يبدو عند المهنه كالوجه واليدين، والباطن بخلافه. ويعتمد في ذلك على ايه؟ على قول طبيب الطبيب العدل. ياخد راي واحد يكون طبيب عدل، يعني دين. العداله هنا يعني الديانه. ما يروحش للطبيب او انطجي سكري ما بيركعهاش، ولا يروح لطبيب يهودي ولا مسيحي وياخد رايه، لان مش عدل. العداله هنا اي الديانه، فهمت ازاي؟ طب افرض ما فيش اطباء عدول، كلهم كفره يهود، يبقى يكون شاطر في مهنته. يبقى العدالة يقصد بها انه شاطر في مهنته،
يسأله بحكم مهنتك المية هنا استعمالها في المرض بتاعي ده تضر ولا ما تضرش، يكون صادق في مهنته، ساعتها ممكن ياخد رأيه. لكن لو توفر المسلم والكافر يبقى ياخد رأي المسلم على طول بعيد عن الكافر. لكن في مصريين كتير يحبوا يروحوا للدكتور جورج وحنا ومش عارف ايه، مع ان المسلمين كتير وشاطرين واشطر منهم. ايوه، ما هو الفرد ده ما بقاش موجود في زماننا ده. كان زمان من 200 سنة كان معظم اللي ماسك مهنة الطب في مصر مثلا المسيحيين، والمصريين ماسكين الايه المهن التانية بارعين فيها، لكن المسيحيين ماسكين مهنة الاطباء. وايام الخلفاء العباسيين كان كل اطباء الخلفاء ويهود، وهم دول اللي جابوا لنا النكبة. وجودهم في مع السياسيين كانوا بيسمعوا كلامهم ويملوا اليهم من خلال معالجتهم. لكن الوقت خلاص الحمد لله، ما احنا لازم الفقيه يكون عليم بزمانه بقى، تتغير الحال تتغير الفتوى. الوقت خلاص الحمد لله بقى الاطباء المسلمين موجودين، حتى في امريكا تلاقي اطباء مسلمين، حتى في بلاد الفرنجه كلها تلاقي هناك اطباء مسلمين بجنسيات مختلفه وعايشين هناك وشاطرين. يبقى خد رايهم خلاص، ما فيش بقى اسمها ان انا اروح للدكتور الكافر واخد رايه. هو المسيحي كافر؟ امال لو ما كانش كافر هيبقى مين الكافر؟ مش كافر بالنبي؟ هو مش كفر بالنبي يا ابني؟ طيب واليهودي كافر؟ كافر. مش كفر بالنبي يا ابني؟ كفر بالنبي. حتى لو بيقول قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لكن ما بيعترفش بنبوه نبيين يبقى كافر. فهمت ازاي؟ لان احنا عندنا الاسلام هي شهاده ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله، مش شهاده ان لا اله الا الله بس. فضلا عن ان هو ما قالش لا اله الا الله، ده بيقول اله، والاله حل في الناسوت وفي الام وشغلانه كده مكلكعه هم نفسهم مش فاهمينها. فيعني عاكك حتى في الالوهيات. وبعدين كفر بالرسالات، يعني كفر من جهات عديده. فهمت ازاي؟ انا بقول كده لان مره واحد دكتور امتياز بيقول لي هو المسيحيين كفار؟ بيسالني كده، وراجل مسلم بيصلي معايا دكتور امتياز، حاجه غريبه. ما هو اتربى اصل في جيل الوحده الوطنيه، ما يجراش حاجه الوحده الوطنيه كويسه من قبل ما يزنوا عليها، ما احنا محافظين عليه. يعني مين اللي حافظ عليهم من اول ما دخل الاسلام مصر بقاله 14 قرن؟ ما هو الاسلام اللي حافظ عليه، لان الاسلام بيحثنا على حسن الجوار، بيحثنا ان لا اكراه في الدين، بيحثنا على حسن العشره مع الناس. لكن الزن على وحده وطنيه، وحده وطنيه دي هتخرب بيتهم. طب ومين اللي حماهم قبل ما امريكا تكتشف؟ مين حماهم اصلا قبل ما امريكا تكتشف؟ امريكا كل عمرها في الدنيا 250 سنه، والمسيحيين في مصر بقى لهم 14 قرن مع المسلمين، 1400 سنه. مين اللي حماهم قبل ما امريكا تظهر اصلا؟ اللي هم مرميين في حضنها دلوقتي وهتوديهم في داهيه وتغرقهم. اللي حماها الاسلام، ان المسلمين اخلاقهم عاليه وما ينتهكوش اعراض الناس ولا يكرهوا الناس على الدين، وان المسلمين اهل عشره طيبه واهل اخلاق طيبه وعندهم حسن عشر، مش حكايه وحده وطنيه والعم جرجس والكلام الفارغ اللي بيعلموه العيال دلوقتي. ابدا. هم كفره كفره واحنا عارفين انهم كفر، وهم بيقولوا علينا كده برضه. لكن عايشين مع بعض مواطنه كويسه، يبقى جارك وتعرف انه عيان تروح تزوره ما يجراش حاجه. حسن العشر، النبي كان يسال عن اليهودي ما يجراش حاجه. وحسن العشره معاهم مطلوبه عشان يمكن يحبك، يقوم يمكن ربنا يهديه. يمكن ربنا يهديه ويدخل في الاسلام، فانت لما تحسن صحبته بنية انك انت بتحببه في الاسلام خدت ثواب حسن الصحبة. فهمت ازاي؟ لان عندك نية عبادة. انت نفسك في دينك بتقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فما تكونش انت سبب في انه يزداد كفر بانه يكره الاسلام والمسلمين بسبب سوء معاملتك ليه. لا، ده انت تحسن ليه عشان انت راجل داعية. انت نفسك تاخد بايده وتخليه اخوك في الاسلام. ونفسك تاخد في ايده بايده وتنقذه مما هو فيه من الكفر. فاذا كان نفسك كده تقوم تحسن عشرته وتحسن معاملته بدون موالاه وبدون زن ليل نهار على ان هم ناس صواب واحنا صواب والدين لله والوطن للجميع والكلام بقى. حكايه الراجل اللي بيبيع العجوه في الترمي ويقول لك موسى نبي عيسى نبي ومحمد نبي وكل من ليه نبي يصلي عليه. لا، كل الانبياء لازم نؤمن بيهم. احنا لازم نؤمن بكل الانبياء. مفيش اللي كل اللي نبي يصلي عليه دي، لا، اللي بيصلي على الانبياء كلهم هو اللي ناجي.
واللي بيصلي على بعض الانبياء ويترك بعض الانبياء هو الكافر. فهمت ازاي؟ فربنا ينجينا من الزمن اللي ايه اللي احنا فيه يا سيدي. العدل في الرواية، ويعمل بمعرفته إن كان عارفا في الطب لا بتجربته على ما قاله الرملي. الإمام الرملي بيقولك طب افرض ما فيش طبيب لكن أنا مجرب نفسي، أنا عارف نفسي إن أنا لما بستعمل المية في المرض الفلاني ده بزداد سوء، أعمل بتجربتي؟ الإمام الرملي قال لا ما يعملش بتجربته. وقال ابن حجر الهيتمي يعمل بتجربته، وأنا رأيي إنه يعمل بتجربته لأن كل إنسان أدرى بنفسه، خصوصا مع فقد الطبيب في محل يجب طلب الماء منه. وهذا بيان للعذر الشرعي، فأشار المصنف لكل من العذر الحسي والشرعي. طب ولو كان في السفينة، في السفينة وشوف قدامه مية، ايه بقى ده في السفينة بحر لكن لا مليانة سمك قرش، يرمي الجردل يلاقي سمك القرش يعض، الحوت هيبلعه هيقع، خلاص يتيمم وحواليه البحر. شفت قد ايه الحلاوه؟ شفت دينك حلو ازاي وسهل ازاي؟ تبقى قاعد على سفينه حواليك المايه من جميع الجهات وبتتيمم لفقد الماء، لانك لو اتشعبطت في السفينه كده هتقع، او في حيتان او في خطوره. فهمت ازاي؟ يتيمم. لا ليه فقد التورين؟ السفينه ما فيهاش تراب؟ ازاي بقى؟ كل السفن فيها تراب. هات لي سفينه ما فيهاش تراب، لا يمكن. امال بيكنسوهم ازاي؟ لا مليانه تراب طبعا. السفينه مليانه تراب، ولو غبار بسيط كده على الخشب بتاعها يخبط كده عليها غبار، واخد بالك؟ بدون حتى ما تراب عينك. ولو كان في السفينه وخاف من اخذه الماء من البحر غرقا او نحوه تيمم وصلى ولا اعاده عليه، لانه هنا السفينه يعني في سفر، واحنا قلنا اذا فقد الماء في السفر ليس عليه الاعادة، مش كده برضو؟ ان لم يغلب وجود الماء هناك، لو ما كانش ما فيش مية في المنطقة دي خالص، يعني يفترض ان البحر ده صحراء، طيب لو البحر ده صحراء في مية غيره؟ ما فيش، يبقى اتيمم وصلي وليس عليه الاعادة. يبقى هيفترض ان البحر ده صحراء ومليانة وحوش ولا يوجد ماء. فهمت ازاي؟ يبقى هيتيمم ويصلي ولا اعادة لانه في سفر. بحيث لو زال ولا إعادة عليه إن لم يغلب وجود الماء هناك، بحيث لو زال ذلك البحر لأنه كالعدم. وقد ألغز بعضهم في ذلك، يعني عملوها فزورة، حيث قال وما رجل للماء ليس بفاقد سليم لعضو من مبيح تيمم، تيمم لا يقضي صلاة وهذه لعمري خفاء في حجاب مكتم. يعني بيقولها فزوره بطريقه الشعر، يعني نقولها تاني الفزوره، اصل المصريين دول يحبوا الفوازير قوي، وصدروا الفوازير الى جميع انحاء العالم الاسلامي في رمضان. طيب وما رجل للماء ليس بفاقد سليم لعضو من مبيح تيممي، لا هو لا فاقد ماء ولا عنده عضو مريض، وبالرغم من كده يتيمم، حاجه غريبه دي. تيمم لا يقضي صلاة، وتيمم وصلى وما يقضيش صلاته كمان، وهذه لعمري خفاء في حجاب مكتم. ايوه مثلا. اجابه شيخنا بقى شيخ الشيخ البيجوري، قالها له بالشعر برضه، جاوب له عليها بالشعر، قال له ايه؟ لقد كان هذا جالسا في سفينة وشق عليه الماء قبل التحرم، وكان بحيث البحر لو زال لم يكن لماء وجود غالبا ثم فافهم. بيردوا على بعض بالشعر يعني. والثاني أي من الأشياء الخمسة دخول وقت الصلاة، يبقى ما ينفعش تيمم قبل دخول وقت الصلاة لأنها طهارة عذر وضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا عذر للتيمم قبل دخول وقت الصلاة لأن ما فيش حاجة ضرورية. فهمت ازاي؟ يبقى لازم استنى لدخول وقت الصلاة، ما ينفعش اتيمم قبل الأذان، ما ينفعش. ده هيجمع،
بس راح يتيمم مرتين. اي ويكسر كل حاجه مسافر. ما فيش مواسير في وسط الميه توصل له ماء عذب، ما فيش جزيره قريبه منه على بعد مثلا نظر العين والجزيره دي فيها ميه. يعني يفترض ان البحر ده صحراء وينظر لما غيره، هل في ميه في الحته دي ولا ما فيش؟ يقول له ما فيش خلاص. لا ما اشتراش العزوب باي ميه، مش شرط. افرض عاملين المواسير لميه علشان يشربها ويستعملها في جزيره قدامه كده، واخد بالك ازاي؟ وقريبه منه، بس هو مش عايز يروح لها، علشان لو راح لها يمكن ملهاش مرسى، يبقى ساعتها هيتيمم وعليه الاعاده. هيتيمم برضه وعليه الاعاده، واخد بالك؟ عشان قريبه منه. ما هو مش هيروح لاسباب كتيره، ان اتجاه سفر وغيرها، وان ملهاش مرسى كويس، وان الماء لو نزل بالقارب هيغرق، واخد بالك؟ لكنها قريبه قدامه شايف. لا ليها معتبره لان الميه قريبه. واخد طالما حاجه قريبه، انما لو ما فيش حاجه خالص يبقى خلاص معلوش اعاده. يبقى قال لك تاني حاجه دخول وقت الصلاه، اي يقينا لازم يتيقن ويبقى عارف ان الصلاه بتبدا على الساعه كذا الفلانيه، وتاكد بالساعه مش يجيبها كده وخلاص بالنظر، وبعدين يقول لك انا بيتهيألي كده الظهر ده بيتهيألي. طب قوم اتيمم بقى، ما هو مفيش ميه، ويروح متيمم، وبعدين بعد كده اتضح له ان فعلا هو اتيمم بعد دخول الوقت، نقول له التيمم بتاعك باطل، لانك انت لما دخلت وتيممت كنت مش متاكد ان الوقت دخل، ده انت بتقول بيتهيألي، ده انت لازم تبقى متاكد. فهمت ازاي؟ زي ما تبقى صايم ما تقولش متهيألي ان المغرب ادن يلا ناكل، لا لازم تتيقن. طب لو قلت متهيألي المغرب ادن وبعدين كلت ولقيته ما ادنش، ايوه ما هو معلش، ما ده وقت عذر، سموه وقت عذر بقى، دخول وقت العذر اللي هو الجمع تمشي. هيقولها دخول وقت الصلاة أي يقينا، فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه الوقت، لم يصح وإن صادفه الوقت. فهمت ازاي؟ شامل لوقت العذر، يعني أنا صليت الظهر قلت أنا كنت نايم، صحيت من النوم تهالي الظهر، رحت متوضي الله أكبر، رحت مصلي، واخد بتهيألي لا عندي ساعة ولا سألت ولا شفت ولا فتحت الراديو ولا قال لي أي حاجة، وكان فعلا الظهر ادن، الصلاة دي باطلة. شفت قد ايه الصلاة دي باطلة؟ أمال أعمل ايه عشان الصلاة تصح؟ أفتح الشباك وأبص الشمس فين في كبد السماء؟ بقت جهة الغرب شوية؟ لأن الظهر حالة محددة، هو يسأل فتح الشباك وبص، يسأل يا عم مش عارف ايه الظهر ادن؟ فتحت الراديو، يجتهد اسمه يجتهد بقى في وسائل الاجتهاد، يقوم يبص للنجم، يبص للجبل، يبص لظل الحاجات للظلال، ويبقى عارف ان الظل ده بيبقى مرمي على الجهه دي في وقت الظهر، يعني يجتهد باي وسيله، لكن ما يجرؤش كده ويخش من غير ما يجتهد، واخد بالك؟ يقوم يعمل ورد، يعمل ورد كده يبقى عارف هيعمل له ساعة في المنطقة اللي هو فيها. أول يوم يقعد يقرأ، هو عارف إنه قبل ما يحبسوه في المكان ده إنه كان لما بيقرأ جزء القرآن بيقرأ بثلث ساعة، أو إنه لما بيصلي على النبي 100 مرة بالصيغة الفلانية بيخلصها في 10 دقايق. يوم يقعد كده يصلي على النبي 10 دقايق ويعمل علامة، و10 دقايق تانية وعلامة، أدي ثلث ساعة، و10 دقايق تانية يبقى كده ساعة، كده ساعتين، كده بتاع، ويظبط أموره، واخد بالك؟ وينظم نفسه، عمل له ساعة في الحتة اللي هو فيها بورد يعلمه. فهمت ازاي؟ بعد كده بقت عنده الساعة دي ونظمها وعمل علامتها على الجدار زي أمير الانتقام،
شفت فيلم امير الانتقام اللي هو حسين رياض؟ انا شفته زمان بتاع انور وجدي اللي هو الراجل اللي كان محبوس تحت الارض. ما هو انت ممكن تستفيد من الحاجات دي، اصل ده منصوص عليها في كتب الفقه، انك انت لو اتحبست في مكان مظلم ازاي تعرف دخول الاوقات عشان تقيم عبادتك، لانه كان زمان السجون تحت الارض وكانت ممكن واحد يترمي في السجن 10 سنين وعلى حد يدرى عنه حد. هو عايز يقيم عبادته يعمل ايه؟ فكان لازم يعمل له الحكاية دي، يقوم يبتدي ينظم له وقته بالطريقة دي، ينظم لحيث يعمل له لنفسه ساعة معينة، واخد بالك زي يبتدي ينظمها، او خرم معين يبتدي يعرفه، يعني يقعد يقرأ 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 يقرأ، واخد بالك ازاي، ولحد ما الخرم ده بيجي منه ضوء في وقت معين، يعرف ان هو بيقرأ مثلا كذا ساعة لحد ما الضوء ده يدخل، وبعدين يقرأ كذا ساعة لحد ما الضوء ده يخفت، وبعدين كذا ساعة لحد ما الضوء ده يختفي، يوم بالطريقة دي عمل له ساعة، يوم يعرف ينظم بقى وقته، وهكذا. يعني تعمل لك ساعة بطريقة ما عشان تعرف تنظم، وتنظم صلواتك وعبادتك والشهور والايام والليالي على النظام ده. وممكن الحارس اللي بيجيب لك الاكل كل كام يوم تقول له النهارده ايه في الاسبوع، هيدي لك معلومه برضه. صليت الظهر ولا لا؟ يقول لك اه صلوا، خلاص هيدي لك برضه علامات لن تعبه. فهمت؟ لقيت الحارس داخل بيقول لك وحوي يا وحوي، تعرف ان رمضان دخل، وهكذا. يبقى يعني اي علامه من العلامات. هنقرا بقى الشرط الثاني ده وكفايه عليكم علشان احنا كده بناخد وقت كتير. والثاني من الاشياء الخمسه دخول وقت الصلاه اي يقينا، فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وان صادفه، والوقت شامل لوقت العذر، شامل لوقت العذر، فيتيمم للعصر عقب الظهر اذا جمعها معها، وكذلك العشاء مع المغرب. يعني انا هجمع الظهر مع العصر مع الظهر في وقت الظهر وانا مسافر، يبقى هتيمم بعد دخول وقت الظهر واصلي الظهر ركعتين واروح متيمم تاني، لان التيمم لا يصلح الا لاداء فرد واحد. فهمت ازاي؟ هي دي قدرته فرد واحد، وبعدين اروح متيمم تاني واروح جايب العصر. واضح؟ هصلي انا العشاء مع المغرب في وقت المغرب، اتيمم واروح مصلي المغرب بعد غروب الشمس، واروح متيمم تاني واروح جايب العشاء جمع تقديم. فهمت ازاي؟ ده وقت العذر. طب انا عايز اصلي بعد العشاء بقى دي التراويح، كنا مسافرين في رمضان، ما تيممش تاني لان ليا اصلي ما شئت من النوافل. فهمت ازاي؟ يبقى التيمم تصلي به ما شئت من نوافل وفرض واحد. واضح؟ زي دائم الحدث. وكذلك العشاء مع المغرب، ويتيمم للصلاة بعد دخول وقتها ولو قبل الاتيان بشرطها. يعني يتيمم طالما دخل الوقت ولو قبل الاتيان بشرطها كستر وخطبة جمعة. يعني هو لابس شورت ومش ستر عورته، يتيمم طالما دخل الوقت، مش شرط يستر عورته كمان وبعدين يتيمم عشان يبقى مستعد للصلاة على طول، لا. يعني مش شرط يجيب كل الشروط وبعدين يتيمم في الاخر. فهمت ازاي؟ المهم دخول الوقت. وخطبة جمعة، خطبة الجمعة برضو دي قبل الصلاة، فممكن يتيمم قبل ايه؟ خطبة، علشان يسمع خطبة الجمعة بس بعد الأذان. وإنما لم يصح التيمم قبل إزالة النجاسة عن بدنه، لكن لو على جسده بالنجاسة، فهمت ازاي؟ ما يصحش التيمم وعلى جسده النجاسة، فلازم الأول يزيل النجاسة وبعدين يتيمم. هيزيل النجاسة بالمية، ما هو عنده مية قليلة على قدر إزالة النجاسة من بدنه، على قدر إزالة النجاسة من بدنه، لكن ما ينفعش يتوضى ويزيل النجاسة لأن هي قدرها بس. طيب أنا عندي شوية مية قد كده وأنا على بدني نجاسة، لو شلت النجاسة هيستهلكها ولو اتوضيت بيها هستهلكها، أقدم الوضوء ولا إزالة النجاسة؟ أقدم إزالة النجاسة، لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، لكن إزالة النجاسة ملهاش بدل. فهمت بقى إزاي؟ لكونه طهارة ضعيفة، علشان التيمم طهارة ضعيفة فلازم ازيل النجاسة عن بدني الاول لكن مش عن الثوب. يعني ممكن اتيمم وثوبي فيه نجاسة لكن مش بدني، وبعد ما اتيمم ابقى اقلع الثوب والبس ثوب تاني. فهمت ازاي؟ لكونه طهارة ضعيفة مع التضمخ بها، لا لكونها شرطا للصلاة، اي بخلاف ثوبه
وإلا لما صح التيمم قبل إزالته عن الثوب والمكان. وبرضو ممكن أتيمم قبل ما أزيل النجاسة عن المكان اللي حصل لي فيه، وممكن أتيمم قبل ما أزيل النجاسة عن الثوب اللي حصل لي فيه، وممكن لكن مش ممكن أتيمم وأنا على بدني نجاسة. فهمت إزاي؟ فرق بين دي ودي. ويدخل وقت صلاة الجنازة، هنصلي بقى جنازة واحنا قايلين ان لازم التيمم بعد دخول الوقت، يبقى يدخل وقت صلاة الجنازة بالانتهاء من غسل الميت. بعد ما نخلص غسل الميت نتيمم، لان ده وقت بقى صلاة الجنازة. فهمت ازاي؟ ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء طهر الميت من غسل او تيمم. افرض احنا الميت نفسه هنيممه لان ما فيش ميه، نيممه بدل تغسيله، مات في حتة ما فيهاش ميه نيممه، واول ما نيممه ونخلص تيمم الميت نروح متيممين احنا ومصليين الجنازة عليه. ليه؟ لان ده وقت صلاة الجنازة بعد انتهاء غسل الميت او تيممه. ووقت صلاة الاستسقاء بارادة فعلها، ووقت صلاة الكسوف او الخسوف بتغير الكوكب، ووقت صلاة نفل مطلق بارادته في اي وقت كان الا وقت الكراهة اذا اراد ايقاع الصلاة فيه، ووقت سجود التلاوة بإرادته، وهكذا. متضمخ يعني ملوث متلطخ. لأن الثوب سهل تغييره، إنما البدن هتغيره؟ طيب فلازم تغسل البدن. يبقى هيتيمم ويصلي وعليه الإعادة. أيوة، حتى لو في صف، واخد بالك؟ أصل معطوب عطبة كبيرة. ها؟ لا، مش احنا قلنا في باب إزالة النجاسة؟ احنا قلنا إزالة النجاسة تبقى بالماء والتراب للنجاسة الكلبية، يجتمع الماء والتراب في النجاسة الكلبية، والماء فقط في باقي النجاسات. أما في الدباغ في الجلود الميتة فإزالة نجاستها بالدباغ، واخد بالك؟ جلود الميتة وجلدة الخروف بتاعتك مش ميتة، طهرة، لأن أنت مزكيه فيبقى طاهر حتى لو عفنت طاهر، لأن أنت عشان أنت عايز تحفظها ما تعفنش بس، لكنها طاهرة لأنه مزك. لكن مات فطيس بقت ايه فروته نجس. فهمت؟ وعظم الميتة طاهر، كله طاهر فيها. عظم المزكاة طاهر، وكله طاهر ما عدا روثها وبولها ودمها المسال عندنا عند الشافعية، ويعفى عن القليل الملامس للحم. لكن باقي الملكية عندهم بول وروث ودم مأكول اللحم طاهر، ده الملكية. طاهر طالما مأكول اللحم عند الملكية كده. وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب الملكية، ما فيهاش حاجة. طالما مأكول اللحم يبقى دمه وراوسه وبوله طاهر على مذهب الملكية، واخد بالك؟ طالما مأكول اللحم. ايه؟ او دما مسفوحا او لحم خنزير. ما هو الدم المسفوح قالوا اللي هو مذبوح للاصنام. قالوا كده الآية تحتمل. على اي حال خليك شافعي بس ما يجراش حاجه. فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها، يعني لا يصح التيمم للصلاه قبل دخول وقتها لانه طهاره ضروره ولا ضروره قبل الوقت، وهذا تفريع على مفهوم الشرط. قوله هو الثالث اي من الاشياء الخمسه طلب الماء، نقف عليه ان شاء الله نكمله المره الجايه. ايه ايه؟
يصلي الفرض بهذا التيمم. ايوه، لان هو نوى فرض، نوى التيمم لاستباحة فرض الصلاة. ما صلاة الجنازة فرض، فالتيمم اللي يجيز فرض بس بشرط علمه بدخول الوقت، بشرط علمي بدخول الوقت. فاذا انتهى من صلاة الفريضة يتيمم تيمم جديد لصلاة الجنازة فرض واحد. والله اعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد ومداد كلماتك كلما ذكرك الذكرون غفر عن ذكر الغافلون. في سؤال بس جالنا كده بيقول هل يستحب الجمع والقصر عند السفر لانه رخصه؟ احنا مش قرينا، احنا عدد هنا ولا ما قريناش هنا؟ ما خدناش باب الجمع السفر هنا؟ يا خدناه في البخاري، في شرح البخاري. ايوه عندنا الجمع والقصر جائز، ولكن هل يستحب ام لا؟ في مذهبنا في تفصيل، والقصر واجب عند الاحناف ولكن جائز عندنا، ما قلناش يستحب، جائز. مش كده برضو؟ اصل مذهبنا انه جائز ولكن يستحب في احوال، يستحب في احوال، يستحب لو كان معرضا عن الرخصة ولو كان يقتدى به عشان يعلم الناس حاجة جديدة، مش كده برضو؟ او ضاق الوقت، يعني لو كان في سفر ولو قصر هيدرك الصلاة كلها في وقتها، ولو اتم بقيتها يخرج عنها، يبقى يقصرها احسن عشان تيجي كلها في وقتها احلى، بدل ما يدن عليه اذان الوقت الثاني وهو لسه في الصلاة، واخد بالك؟ ولكن لا يجب عليه اعادة الصلاة المقصورة طالما في سفر مبيح لهذا، بشرط ان يكون سفر طويل يعني طوله 84 كيلو فما زاد، ويكون سفر مش محرم، يعني مش مسافر لبلاد الكفار لغير ضرورة، ولا مسافر من غير موافقة ابوه وامه، ولا مسافر عشان يقتل قتيل، ولا مسافر عشان يسرق سريقة، يعني ما يكونش مسافر لمعصية، فهمت؟ علشان الرخص لا تناط بالمعاصي، فلازم يكون سفر مباح ويكون سفر طويل يعني حد 84 كيلو يقصر فيه ويجمع في السفر، حتى إذا وصل إلى مكان مقصده إن كان يقصد الإقامة فيه 20 وقت فما زاد فيتم بمجرد وصوله، فإن كان حيمكس فيه أقل من 20 وقت فله أن يستمر في القصر والجمع فترة إقامته حتى يعود. والله أعلم باختصار، لكن حيجي الباب ده بتوسع بعد كده.